اللهم إنا نسألك للشيخ خليفة بكل عمل صالح عميلة أعلنه أو أخفاه أن تصلي وتسلم وتبارك على حبيبك ومصطفاك وأن تجعله له نورا وضياء وعافية وشفاء. اللهم متعنا بعمره وبارك لنا في أيامه ولياليه ولا تحرمنا نعمة لطفه وأبوته. اللهم وفقه ونائبه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم اجعلهم له نعم العضيد والمعين. اللهم وفق إخوانه وأبناءه ورعيته لما فيه الصلاح والفلاح، واجعلنا نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا. إلهنا كما أنعمت علينا بنعمة أمنك، اللهم كما أنعمت علينا بنعمة أمنك وأمانك وفضلك وامتنانك، اللهم فمن على المسلمين بذلك، اللهم من على المسلمين بذلك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت عين بنظر، ما اتصلت عين بنظر، وتزخرفت أرض بمطر، وكلما حج حاج واعتمر، وطاف بالبيت وقبل الحجر، وسلم تسليما كثيرا.